ورجعنا لكم مشاهدينا مرة كمان بعد الفاصل، وحابة أقول لكل المشاهدين اللي بيتفرجوا علينا ويتابعونا اللي حابب يبعت لنا أي استفسارات أو أي رسائل، بيسعدنا استقبال كل تعليقاتكم وكل رسائلكم على صفحتنا على الفيسبوك، صفحة برنامج من يجدها. حلقتنا أو فقرتنا دلوقتي هنتكلم فيها عن إيه هي قواعد القيادة الآمنة للسيدات، يعني إزاي أنا أبقى ست بسوق سواء بقالي فترة طويلة بسوق أو لسه ببتدي وخايفة أنزل الشارع، خايفة أروح مشوار طويل، لو حصلت لي مشكلة هتصرف إزاي. ومش بس السيدات، يعني ممكن يكون في حاجات هنقولها النهاردة كمان رجالة كتير يعني يشوفوها يتعرفوا عليها. هيكون معانا فقرة مميزة، هنتكلم عن إيه كمان؟ هنتكلم عن فكرة لو أي واحدة حتى بتعرف تسوق ما بتعرفش تسوق، لو هي بقالها 50 سنة بتسوق ومرة واحدة سمعت صوت في العربية غريب، صوت الفرامل مش مظبوط، أصوات كده لما تيجي تلف بالعربية تلاقي تقعد تطقطق. في أحيان كتير بنسمع أصوات، ويمكن الحاجات اللي أنا بقى عندي فوبيا منها مثلا لو الكاوتش العربية نام مني في الطريق، أنا شخصيا ببقى ماشية وبقول يا رب استر، أنا ببقى خايفة جدا من حاجة زي كده. لو حصل معانا أي حاجة من الحاجات اللي قلناها دي أو حاجات تانية كمان هنعمل إيه؟ هو ده اللي هنعرفه من ضيفتنا النهاردة اللي بتشرفنا، سعداء جدا بوجودها معانا، المهندسة ولاء فرغلي، مهندسة ميكانيكا السيارات الشهيرة بطبيبة السيارات. أهلا بيكي. أهلا بحضرتك. أنا عاجبني قوي طبيبة السيارات دي. وأنا. طيب خلينا نتكلم مع طبيبة السيارات، وطبعا في منيا جدا بنحب نبين دور كل مرأة وبنبرزه، فطبعا حضرتك من ضمن النماذج اللي احنا فخورين انها موجودة، لان المجال ده مجال صعب وكتير قوي بيبعد عنه، يعني حتى السواقة يقول لك ايه بنسمع كده، يعني زي ما كنا بنتكلم عن الفقرة الأولى التنمر يقول لك دي سواقة سيدات، يعني شايفين ان أكترية التنمر بيجي على سواقة الستات، فعايزين حضرتك تقول لنا بس وتحكي لنا ازاي تحديتي وغيرتي وجهة نظر المجتمع واشتغلتي في المهنة دي. هو دخول مجال السيارات أصلا مش سهل خالص. ليه مش سهل خالص؟ أنا أول ما اتخرجت كمان يعني اشتغلت فترة في الورشة، ويمكن دي كانت أصعب يعني فترة، مش متخيلة كمية المواقف اللي أنا تعرضت لها، خاصة بقى في التعامل مع الفنيين وانت لسه متخرجة ما عندكيش خبرة في تشخيص الأعطال، خايفة مثلا تقولي ان ده بايظ يطلع مش هو ده اللي بايظ. يعني انا عمري ما هنسى الفني ده بالتحديد كان كل يوم الصبح يقول لي مش واحدة اللي هتشغلني، لدرجة ان انا قلت انا هسيب الشغلانة بسبب الفني ده. ده فني واخدة بالك، لغاية ما جت في فترة قلت خلاص انا دي هعتبر نفسي ان هي صباح الخير بتاعته، بقيت فعلا بسمعها في دماغي هي دي صباح الخير بتاعته. قعدنا فترة بقى طويلة هو يقول لي ده مثلا اللي بايظ في العربية، اقول له لا ده اللي بايظ، ولو مش ده اللي بايظ انا اللي هشيل تمن القطعة دي، مش العميل اللي هشيل تمنها. اخدنا فترة بقى لغاية ما هو اتعود وابتدى يقتنع ان انا مهندس شاطر وان انا مديره في الشغل. يعني الفكرة كلها كانت في مجرد ان ست هي اللي بتقول لي ان حاجة جوه العربية بايظة وانا مش متعود عليها، وهو مش متعود، خاصة الاماكن اللي انا اشتغلت فيها اساسا ما كانش فيه بنت قبلي اشتغلت فيها، فانا كان حظي وحش قوي في الموضوع ده طبعا. يعني خليني اخد من كلام حضرتك، فني بيقول لك مش ست اللي هتقول لي حاجه غلط، ونانسي لسه من شويه بتقول يعني لما بيشوفوا واحده كده عربيه موقفه في الشارع يقول لك دي سواقه ستات، سواقه واحده ست. والحقيقه انا نفسي بقولها، معلش ما تسامحوني. بقول لك مش بقول لك متنمره. لاني فما بالك بقى لما يكون راجل وجاي هو اللي هيصلح العربية عندك، هل بيبقى بسهولة ان تلاقي في رجالة بتيجي ولا معظم زباينك ستات؟ يعني لا، انا معظم زبايني رجالة. العميل بيجي هو مش بيفرق معاه بنت او راجل اللي هيتقابله، هو في الاخر بيروح يقابل شخص، الشخص ده مهندس سواء بنت ولا راجل، هو ممكن في الاول يقلق على فكرة، او الموضوع يبقى قلق بالنسبة له ويبتدي يقلق ويدور على حد تاني في المكان يتعامل معاه، انما في الحقيقة اللي بيحصل هو بيبتدي يتكلم معاكي يقولك مثلا عندي صوت في العربية، فانتي طبعا مش بتشخصي مشكلته من مجرد الوصف بتاعه، انت بتديله احتمالاته وبتبتدي تقولي له مصطلحات في العربية فيبتدي يغير فكرته تماما، فهي الفكره بتبقى في كده. يعني متهيالي الرجل بيريحك اكتر لان هو بيبقى فاهم في ميكانيكا العربيات اكتر من الستات، هو ممكن يتوهك اكتر. يعني هو العميله الست ممكن تاخد معاكي وقت اكتر، ف لان الستات ممكن مش بتهتم بالموضوع ده او بيعتمدوا اكتر ان هم
العربيه لو حصل فيها حاجه مش انا اللي هصلحها، فمش لازم ابقى فاهمه قوي، وده مش صح على فكره. لان انت ممكن تتعرضي لموقف رخم في مكان رخم، فلازم على الاقل تعرفي تتصرفي لغايه ما تروحي للورشه بتاعتك او الميكانيكي. خليني اسالك سؤال بقى حلو جدا. لان انت بتقولي ان الرجاله ممكن تكون فاهمه شويه الكلام اللي انا بقوله، طب لو جات لك ست بتحسيها برضو انها فاهمه؟ يعني لما بتقولي لها مثلا عندك العطل الفلاني، بتحسيها انها عارفه العربيه فيها ايه؟ بتقدر تتفهم يعني معاك الاسامي اللي بتتقال؟ في ستات فاهمه جدا جدا وعندها خبره، ودي اغلب الستات دي اللي هي بتبقى شغاله في مهنه في السوق، يعني مثلا فاتحه محل، شغاله في تجاره، فتلاقيها متابعه العربيه قوي، ولو عطلت تبقى عارفه هتعمل ايه لغايه ما تجيلك. هو بصراحه انا بحييهم جدا. كلنا بنحييهم على فكره يعني. تمام. في بدايه شغلك طبعا احيانا اكتر ناس بتشجع او تحبط اهل البيت حقيقة. مفروض يعني لو واحدة فعلا عندها حلم وتروح تجري على ماما على بابا وتقول لهم أنا نفسي أعمل كده، ممكن هم يشجعوهم، ممكن هم اللي إيه يحبطوها. فكلمينا كده اللي حصل معاك إيه أول ما قلت لهم أنا عايزة أشتغل في ميكانيكا السيارات، قالوا لك إيه؟ هم كانوا قلقانين شوية، خاصة أن أنا طبيعة شغلي في الورشة وفيها تعامل مع الفنيين، وكلنا عارفين البنات في الحاجات اللي زي كده ممكن تتعرض لمضايقات قد إيه. يعني أنا في فترة من الفترات كنت اروح الشغل الاقي الناس اللي في البنزينة او الناس بتوع الغسيل عمالين يطلعوا عليا اشاعات غريبه، لدرجه قلت انا هسيب المكان ده خلاص. يعني انت زي اي واحده حاله ياس او احباط في وقت من الاوقات فعلا. بس بعد كده جيت قلت لا انا هكمل وانا هغير فكرتهم، ولما اسيب المكان ده هسيبه عشان لقيت فرصه احسن، مش عشان في حد مضايقني وخلاني انا اللي امشي، لان اكيد ممكن حد ضايقني في اي مكان تاني. طبعا اهلي كانوا بيدعموني جدا، يعني انا دايما كان بابا بيقول لي خلي الفني يسمع كلامك من غير ما يتجاوز معاكي، وما ينساش ان انتي مديره، ويسمع كلامك عشان هو بيحبك وبيحترمك، مش عشان خايف ان انت تعاقبيه او تديله جزا. هل المهنة دي غيرت في شخصيتك حاجات معينة؟ كتير جدا، وادتني خبرة في التعامل مع الناس، لان طبعا بتعامل مع عينات كتير جدا من الناس، بقيت بفهم ايه متطلبات العميل اللي قدامي، اقدر اصنف العميل هل ده عميل واثق فيا، جديد، متردد، في حد تاني معاه هو اللي بيحركه، فبقيت اعرف اصنف شخصيات العملاء واتعامل مع كل عميل على حسب شخصيته. تمام. طيب في دلوقتي سيدات كتير بتبقى عاوزه تبدا بقى تشتري عربيه، انا عايزه اسوق، انا لسه متخرجه من الجامعه او قاعده في البيت بقى لي فتره مش عارفه اعمل مشاويري، لازم حد يجيبني، لازم اركب تاكسي، دي مشكله جدا، مشكله كبيره جدا. طيب انا دلوقتي هشتري عربيه، حضرتك من خلال خبرتك تقدري تساعدي السيدات، تقولي لها مثلا اول عربيه تجيبها تبقى عامله ازاي، مواصفاتها، تدور دايما على الشكل العربيه يبقى امكانياتها عامله ازاي؟ هو انا بالنسبه للستات، اولا اي حد بيشتري عربيه بقى سواء ست او راجل لازم يبقى فاهم هو جايب العربيه دي ليه. يعني في عربيه بتتجاب للشغل، عربيه بتتجاب للبيت مشاوير صغيره، في عربيه للسفر هقعد اتحرك بيها واسافر بيها، فلازم ابقى عارفه الهدف من العربيه دي ايه عشان اعرف اختار وابقى محدده انا هدفع فيها سعر قد ايه. في حاجات مهمه قوي لازم ابص عليها وانا بشتري اي عربيه عشان ما يضحكش عليها. وانا في البرنامج هنا بقى بوصي اي عربيه مستعمله بتشتريها لازم توديها لمكان متخصص يعمل لها فحص بيع وشراء. احنا عندنا ثلاث حاجات بيقيموا اي عربيه هتشتريها، واولهم واهمهم السمكره والدهان. لازم ابقى عارفه العربيه دي رشه ولا مش رشه، تمام، الساق سليم ولا مش سليم، الدواخل سليمه ولا مش سليمه، الشاسيه والقوايم مهمه جدا لانها ممكن تقلل من سعر العربيه شويه لو العربيه عامله شغل في القايم او مغيره قايم او رش قايم. بتفرق دليل ان عامله حادثه، عامله حادثه او حادثه بسيطه، بس لازم ابقى فاهمه عشان ابقى عارفه انا هدفع كام، هي بتبقى قيمه مقابل سعر. تاني حاجه بقى واهم حاجه موتور العربيه، لازم اودي العربيه لحد يكشف على الموتور. يعني ايه يكشف على الموتور؟ بيعمل له شويه اختبارات كده، يطمن ان المكنه دي كفاءتها مثلا 90% 80%، يبص فيه دخنه ولا مفيش دخنه. عندي كمان الفتيس، الناس عندها قاعده ان زيت الفتيس ما بتغيرش، ولو غيرناه ممكن تحصل مشكله في الفتيس. لا، اغلب الفتاس الاوتوماتيك بيبقى ليها ميعاد لتغيير زيت الفتيس، والميعاد ده بيحدده مصنع العربيه مش اي حد تاني غير مصنع العربيه. عشان في ناس مثلا تقول لك الزيت ده يتغير 100,000، لا يا جماعه، هو التوكيل اللي مصنع العربيه هو اللي يحدد الزيت ده هينزل. العربيه تختلف في تغيير الزيت عن العربيه الثانيه؟ بتختلف في تغيير الزيت، وبتختلف على حسب نوع الفتيس. في فتاس فعلا ما لهاش تغيير زيت فتيس، يعني مصنع عربيه بيقول لك دي ما تغيرش زيت فتيس، ولازم ابقى متاكده ان عداد العربيه كمان سليم مش معمول فيه شغل، العفشه سليمه، الضفيره مش ملعوب فيها، مش معمول اي شغل في عوامل الامان. يعني انا عندي الايرباج، يعني احيانا تيجي تستلمي عربيه تلاقي عميل مطبخ الطبلوب بتاع العربيه، يعني
وحد لاغي لمبه الايرباك، حاجات غريبه كده بنشوفها، فلازم اودي اي عربيه هشتريها لمكان اكشف عليها قبل ما اشتري، الا طبعا لو انا هشتري زيرو أكيد. وده الاريح يعني. طب بما اني يا باشمهندس معلش ميرفت عايز اسالها على حاجه، وهي ذكرت الفتاس، في ناس تقول لك هاتي العربيه الاول المانيوال اتعلمي عليها وطلعي فيها، والتعليم الصح هو التعليم اللي على مانيوال، وزي ما حضرتك شايفه طبعا ان الاوتوماتيك دلوقتي هو المجتاح بشكل رهيب، وفي ناس بتقول لك لا اسهل ان انت تتعودي تتعلمي او تتعلمي على طول على اوتوماتيك لانه الغيارات بتاعته ما فيش غيارات وما فيش دبرياج والكلام ده كله. انا ممكن اتعلم إيه؟ اوتوماتيك، بس نفترض اضطريت واتزنقت في عربيه مانيوال هسوقها ازاي؟ انا شايفه ان الصح او الاصح ان انا اتعلم مانوال الاول. انا عارفه ان المانوال مجهد جدا على فكره خاصه للستات، يعني انا شخصيا المانوال بيتعبني في السواقه، وانا بقى من النوع اللي بحب الرفاهيه، ما بحبش استخدم رجل الاثنين في السواقه، هي رجل واحده. الاوتوماتيك بيريح كتير، بس المفروض ان انا اتعلم المانوال يعني لظروف الطارئه. طب ربنا سهل كده واشترينا عربية جديدة زيرو أو حتى عربية مستعملة، طيب إيه الصيانة اللي المفروض أعملها للاتنين؟ طبعا لو عربية زيرو المفروض إن أنا كل قد إيه أعمل لها صيانة، وإيه الصيانة المظبوطة اللي هي تحافظ على العربية؟ ويقول الجديدة دي يمكن الشركة بتبقى هي ساعات يفكرونا كده يتصلوا في معرفش صيانة ألف، في صيانة معرفش، لكن العربية المستعملة أنا أحافظ عليها إزاي؟ هو أي عربية عموما بيبقى ليها معاد صيانة. هنبتدي بقى بالحاجات المهمة قوي واللي هي إيه؟ لما بتبوظ بتدمر لي حاجات كتير وهتدفعني فلوس. زيت الموتور، زيت الموتور في أي عربية سواء جديدة أو مستعملة ليه معاد تغيير. معاد التغيير ده بقى ممكن يكون 10,000 5,000 زي ما بيقول مصنع العربية. طب نفترض أنا راكنة عربية مش بتحرك خالص، هفضل مثلا سايبه الزيت ده بالسنتين؟ اكيد لا، ما هو الزيت ده زي علبه الاكل اللي انا حطاها في البيت، ليها صلاحيه. صحيح. ممكن يتحلل، ممكن يعمل لي تكتلات جوه الموتور يدمر لي موتور العربيه، فلازم يتغير. فطبعا ده بيبقى مثلا كل 10,000 او سنه. نبتدي بالحاجات الثانيه المهمه. عندي فلتر الهواء، فلتر الهواء ده انا هشبهه بحاجه في البني ادم، هو الرئه بتاعه الموتور. يعني لو مكتوم هتلاقي العربيه مش قادره تتنفس، يعني هتلاقي العربيه مخنوقه معاكي في السحب. تمام. ما تجيش تقول لي العربيه مخنوقه في السحب وانا مش بغير فلتر الهواء ولا فلتر البنزين ولا البوجيهات. طبعا زيت الفتيس اتكلمنا عنه، الناس فاهمه برضو ان زيت الفرامل مش بيتغير. زيت الفرامل بيتغير عاده كل 30,000 او سنتين. طيب لو انا راكنه عربيه ما بغيروش، ممكن يدمر لي اجزاء في منظومه الفرامل، هيبقى ليها ثمن وليها سعر. زيت الباور برضو في العربيات اللي هي فيها ترومب باور بيتغير، فدي حاجات مهمه جدا. ميه التبريد، الناس تقول لك انا هسيب العربيه بالميه الفابريكا، يعني الميه الفابريكا دي هتقعد 100 سنه في العربيه؟ اكيد لا، اكيد يعني كل حاجه ليها اكسباير ديت يعني. انت خلي طبعًا بالك. طب والكاوتش، لاني انا مثلا هفضح انا نفسي على لا لا، يعني مره لقيت ان الدركسيون تقيل قوي، فانا ايه ده الباور بتاع بتاع الدركسيون فيه ايه؟ ما اعرفش. وفي الاخر اكتشفت ان العجله نايمه. لا مش نايمه، هي عايز تزود شويه. شايفه مين بيتنمر على مين اهو؟ بجد مهم قوي الكاوتش، الاقيه يعني عارفه مريح، يعني بدل ما يبقى حاجه 32 ولا 30 لقيته مثلا 24. فانا المفروض ابص على الكاوتش كل قد ايه؟ هو انا المفروض اصلا الكاوتش بيتكشف عليه برضو بيبقى ليه مده بيتغير فيها، المفروض ان هي بتبتدي من سنتين. على فكره الكاوتش الناس مستهونه بيه قوي، رغم ان هو من الحاجات اللي ممكن تتسبب ان انت لا قدر الله تعملي حادثه في العربيه. فلازم على الاقل كل اسبوع قبل اي مشوار سفر تشيكي على الحاجات الاساسيه في العربيه قبل ما. طب افرض واحده ما بتسافرش تعمل ايه؟ اكيد مش هتفضل ماشيه على الكاوتش كده. مش قصدي يعني، قصدي ان انا دلوقتي اعرف يعني ميرفت مثلا وهي بتقول انا الفرد انا حسيت ان هو تقيل، لكن ممكن واحده ثانيه ما تاخدش بالها ان هو تقيل وشكل الكاوتش من بره باين هو ما فيهوش مشكله. اي حاجه بالنسبه للستات فيها يعني، انا هركب عربيه الصبح اي حاجه فيها تعب على الست هتاخد بالها. الستات عندهم قوه ملاحظه مش طبيعيه في الحاجات المتعبه بالنسبه لهم. ده اول حاجه اخد انا اساسا الدركسيون التقيل بيتعبني. تخيلي هو بقى تقيل اكتر ما هو مثلا عربيتي الدركسيون هتقيل، لازم هاخد بالي منه. فلازم ابص على الكاوتش بتاع العجل، ده اساسي جدا، لازم اتعلم افتح كبوت عربيتي وابص على الحاجات الاساسيه. تمام. طبعا زي زيت الموتور. الكبوت بيتفتح ازاي اصلا؟ في دراع جوه. لا بنعرف. لا بجد انا ما بعرفش اصلا فين الدراع. عند القايم مكان ما استواه بيركب كده جنب جنب الدركسيون تحت شويه جنب الدواسات. هبص على ايه اصلا؟ هبص على زيت الموتور، لازم ابص على زيت الموتور اتاكد
ان مستوى الزيت مظبوط ولازم عربيتي تبقى واقفه على ارض عدله. يعني انا مبقاش راكنه في جراش واقول اصل الزيت ناقص، ما طبيعي العربيه واقفه مايله، طبيعي يبقى ناقص. ميه التبريد دي ممكن في حاجه بتبين لنا الزيت مقاس، المقاس بتاع الزيت المقاس ده بطلعه امسحه بمنديل ارجع احطه تاني اتاكد ان هو مظبوط، بيبقى عامل زي المسطره كده. في نقطتين، نقطه مينيمم ونقطه ماكسيمم. طالما ان الزيت بين الاثنين يبقى انا كده في السليم. اوعي تقولي انك بتعمليها. انا بعمل كل حاجه، انا انا اول ما ابتديت سواقه. بصي اللي يقول لك بعمل كل حاجه ما بتعملش ولا حاجه. لا هي عارفه. انا اول ما ابتديت سواقه ابتديت على عربيه مانيوال وكانت عربيه يعني على قد كده، فكانت مبهدلاني في كل حته، فتعلمت اعمل كل حاجه يعني، بس فرده الكاوتش هي الحاجه الوحيده اللي انا ما غيرتهاش. هو تغيير فرده الكاوتش بصراحه انا شايفاها مجهد جدا، بس على الاقل لازم يبقى معايا ستبن احتياطي. طبعا لو انا مش انا اللي هغير يبقى في الادل غيري هيستخدمها عشان يساعدني. ينفع انا اغير يعني؟ ممكن. لا سؤال، في ستات بجد بتعمل كده، في ستات تفك العجله وتربط، بس ده بيبقى عامل بيحتاج عزم جامد، عايز عزم وقوه. احنا طبعا عارفين ان الست بتبقى كيان رقيق شويه، خصوصا لو هي رايحه مشوار نانسي كده رايقه. معروف عني. طيب خلينا، كان في فيديوهات كتير قوي وحاجات مضحكه يعني نازله، تقول له بتكلم جوزها تقول له انا شايفه فانوس ولا مصباح علاء الدين ظاهر قدامي على التابلو ومش عارفه ده هو عباره عن ايه، وتطلع في الاخر ان هي لمبه الزيت. ففي كتير قوي بالظبط دي لما يعني احنا بنشوف فعلا يعني اكتريه الحاجات اللي بتنزل والفيديوهات الجميله دي بتنزل على الستات. طيب الست تقول لك انا سامعه صوت طقطقه في العربيه مش عارفه دي جايه منين، او بسمع صوت صفاره وانا ماشيه دي سببها ايه؟ طب انا اعرف الاصوات دي مؤشرها يعني بيقول لي ان في ايه في العربيه محتاج ان هو يتصين او يتغير؟ صوت الصفاره دي مش انت بس اللي بتسمعين، يعني انت لو عربيتك بتصفر هتلاقي الشارع كله بينادي عليكي عشان الصفاره دي بتاعت الفرامل دي الفرامل اكتر صوت كده. مزعج يعني، عمال يبقى داخل عليا العربيه بتصفر من اول المركز لغايه اخره. دي طبعا معناها ان تيل الفرامل خلص وابتدى بقى يصفر، بيقول لي بيعيط تاني بيقول لي غيريني. طبعا لو في حكه مع الفرامل ده معناه ان التيل تقريبا خلص وابتدى ممكن يدخل على الطنبوره او بقى على حديده فابتدى يبوظ الطنبوره. لمبه الزيت دي مصيبه، اول ما تنور لازم تقفي بالعربيه فورا، يعني كده اكيد عندك مشكله. مشكله بقى ان انت مستخدمه زيت مش مطابق للمواصفات، الزيت نقص خالص، عندك حساس بايظ لا قدر الله، بقى مشكله في الموتور. فدي اول ما تنور لو مركز خدمه مش قريب منك لازم العربيه تتنقل على ونش مش على اي حاجه تانية. خطر قوي ان انا غير ونش. هو طبعا اعرف ازاي لمبه الزيت اصلا شكلها هي المصباح هي بتبقى حمراء بيبقى لونها احمر كده. اي لمبه حمراء في العربيه اي لمبه انا بتنور وانا مش متعوده عليها بسال على طول هي اللمبات الحمراء عموما ده ايه وده ايه الحقيقه. اللمبات الحمراء بتبقى مؤشر ان انت لازم تقف. الصفراء اللي هو ممكن امشي شويه لغايه ما اوصل لمركز الخدمه، انما الحمراء دي حاجه سيفتي جدا. عشان كده دايما الحاجات المهمه في العربيه حاطط لك اللمبه بتاعتها حمراء. لمبة الحرارة لمبة الحرارة دي معناها ان العربية نقصت مية فسخنت، المروحة مش شغالة، عندك تسريب خارجي في العربية، القربة بتجيب مية، البنزين برضه بيدور احمر. احنا البنزين دي عارفينها لمبة البنزين بتنور احمر برضه، دي اكتر لمبة بنشوفها. العربية محتاجة تتفاول. وبالذات بعد بلاقي العربية عطشانة. لا على فكرة احيانا كده ناس تحب تقفل الازاز وتشغل التكييف وتشغل الكاسيت وهي مالهاش دعوة بأي صوت بره، وتلاقي الكاوتشة نايمة وهي مش حاسة أصلا بحاجة. إيه المؤشرات اللي تبين إن الكاوتشة فيها خلاص نامت وخلي بالك أنت لازم تقفي؟ كاوتشة العجل نامت؟ طبعا كاوتشة العجل. لا هو بيبقى في حاجات في عربيات، بعض العربيات الحديثة بيبقى حاطط لك سنسور على كل عجلة. لو العجلة أصلا مش مظبوطة أو الضغط بتاعها مش على المفروض يثبت عليه بتنور عليه. لا اللي مش حديثة لو في مشكلة في الكاوتش أنت المفروض إن أنت تبصي عليه، لأن ده أساسا أول حاجة بتتشاف وأنت رايحة على عربيتك عشان تدوريها. وبعدين أنت عندك أنا مستعجلة وما بصيتش ومشيت ومش حاسه بدنيتي ان في كاوتشه نايمه، ايه اللي ممكن يبان في يعني مثلا عربيه تلاقي بقى الطاره تقلت معاكي شويه؟ ايوه انت هتبتدي تحسي بان في حاجه غريبه. العربيه بتاكل بنزين على فكره، انت كل ما العربيه مش قادره كل ما الكاوتش بيبقى مش مظبوط. الكاوتش مش مظبوط يعني الهواء قليل، الهواء قليل يعني انت بتزودي المساحه بالزبط. اللي رابطه بين الكاوتش وبين الارض، فبالتالي العجله ماسكه في الارض في حته اكبر، فعماله انت عماله تدوسي بنزين ليه؟ طيب ما بص عليه من الاول رايح دماغي، الموضوع سهل جدا. من ضمن الحاجات برضو اللي ممكن واحده ست تخاف منها والرجاله كمان، يعني اني وانا ماشي فجاه الطاره او الكاوتش
يحصل له يفرقع. وبعدين احنا عارفين بقى ان في حاجات بتتعمل لو الكوتش اللي قداماني وحاجات بتتعمل لو الكوتش اللي وراني، فقول لنا ايه هي الحاجات اللي احنا ممكن نعملها نلحق بيها نفسنا واحنا على الطريق في حاله زي كده. في كل الحالات لو في عجله انفجرت معايا بقى وانا ماشيه، وده عاده بيحصل لما احنا بنتاخر على تغيير الكوتش بتاعنا. كاوتش برضو مش معنى ان انا مش بتحرك بعربية ان انا ما غيروش، هو زيه زي زيت الموتور بالظبط، ليه مده زمنيه وليه صلاحيه. لو عجله انفجرت لا قدر الله هنعمل ايه؟ اول حاجه لازم اعملها اثبت فتاره الدركسيون، دي اهم حاجه، واثبت العربيه على نفس الاتجاه اللي هي ماشيه فيه، ما احاولش ادوس فرامل. وطبعا لازم ابقى هاديه، لان يعني طبعا القرارات الخطا دي ممكن تكلفني كتير. ده اول حاجه، اول ما الواحد يسمع فرقعه عجله تلاقي ايه؟ لا ده على طول تلاقي دوس البنزين الفرامل. ممكن غلط، العربيه ممكن تتقلب في اللحظه دي. هو الصح ان هو يبقى هادي، يثبت فتاره الدركسيون، يبتدي يخفف رجله عند دواسه البنزين واحده واحده. دي لو عربيه اوتوماتيك. لا طبعا الفتيس. طب والهاند بريك مش بتبقى ليها اهميه؟ الهاند بريك ما استخدمهاش خالص، ما استخدمهاش. انا المفروض ان انا ابتدي هدي واحده واحده. اول ما العربيه مثلا تقل سرعتها عن 50 كيلو ابتدي بقى ادوس فرامل سنه سنه واوقف، وبعد كده ارفع الهاند بريك. لو ماني ولا ابتدي اسقط الغيارات برده سنه سنه، انما موضوع ان انا ادوس فرامل ده ممكن يخلي العربيه تكسر معايا وتتقلب، فساعتها هبقى كلفت سواء كان الفرده الاماميه او الخلفيه. او الخلفيه هو المفروض ان الكاوتش مش هيحصل فيه حاجه لو انا بغيره في ميعاده، او لو انا متاكده مثلا لو فرده فيها بالونه لازم اغيرها. موضوع البالونه ده بالذات لو قدام، دايما اللي قدام بيبقى اخطر من اللي ورا، عشان انا من قدام وزن العربيه كله، وفي نفس الوقت منظومه التوجيه بتاعت العربيه بتبقى قدام مش ورا. طيب في حاجه برده مهمه، خلينا نستغل وجود حضرتك معانا، فكره الزوايا. احيانا كتير يقول الزوايا العربيه دي مش مظبوطه، وانا بلف مثلا بالعربيه اسمع صوت طقطقه، ففي الوقت ده ايه خطوره عدم ظبط الزوايا؟ هو صوت الطقطقه ده بيبقى كبالن تقريبا، بيبقى كوبل مبايظ فعمال يطقطق معاكي في الملفات. العربيه لو بتكسر ده مش سيفتي، انت كده ممكن تسيب الطاره تلاقيها حدفت في حته ثانيه بقى، وانت مش مركزه وانت سايقه. فلازم اشيك على الكاوتش كل فتره. الزوايا على فكره بيبقى سببها حاجات كتير قوي. ممكن لا قدر الله بقى الكاوتش في تاكل في ناحيه غير الناحيه الثانيه، فالزوايا مش مظبوطه، لازم ابدل الكاوتش بتاعي كل فتره، اتاكد ان هو تمام مش متاكل، ان صلاحيته سليمه، اتاكد من اجزاء العفشه بتاعتي. لو انا واخده خبطه في العفشه او مثلا في المساعد او في بارات الدركسيون والحاجات دي كلها ممكن تخلي العربيه تكسر. اي حاجه ليها علاقه بان العربيه تغير اتجاه السير بتاعها من عوامل الامان، فلازم يتعمل تشيك. ومن هنا على فكره عايزين نتكلم ان لازم كل فتره ابدل عربيه الصيانه، حتى لو انا ركناها على الاقل دي. ممكن في عربيات ممكن كل 6 شهور، ممكن كل سنه. ده مش معناه ان بين الصيانه والصيانه ما افتحش كبوت عربيتي، لازم طبعا افتح الكبوت. هي العربيات الجديده بتاعت اليومين دول هي الاوتوماتيك واللي هي بيكون ليها صيانه في التوكيل، ما حدش فينا بيفتح الكبوت ولا يعرف اي حاجه عنه. لا ما هو ده مش صح. يعني انت مثلا في عربيات بيبقى فيها حساس في قربه الميه، لما ميه الريداتير او سائل التبريد يقل تنور لك لمبه في التابلو تقول لك ان الميه ناقصه. برضه في عربيات حديثه ما فيهاش اللمبه دي. طب لو هي ما فيهاش اللمبه دي ايه اللي هيحصل؟ ميه هتنقص، انت ما خدتيش بالك، عربيه هتسخن، هوب حاجه في دوره الميه تضرب، ممكن بعد كده الاقي نفسي داخله في وش سلندر. فانا ليه ادخل نفسي من القصص دي مع ان الموضوع سهل؟ فتحت كبوت وميه هبص عليها بالنظر. طيب خلينا ناخد من حضرتك كده روشتة اخيره ونصيحه لكل واحده النهارده سمعانا، وبالاخص لو كانت في بدايه السواقه، يعني هي لسه ما عندهاش اي خبره، تقولي لها ايه؟ اقول لها ودي عربيتك كل فتره التوكيل او المكان اللي انت بتتعاملي معاه، اعملي صيانتك، اتعلمي تفتحي كبوت عربيتك، وتعلمي الحاجات الاساسيه على الاقل عشان تعرفي هتتصرفي ازاي لو حصل معاكي اي عطل مفاجئ. بصراحه موضوع مهم جدا، واستفدنا كتير جدا من وجود حضرتك معانا، وطبعا فخورين بيكي، يعني باشمهندسه، يعني باشمهندسه ميكانيكا قد الدنيا يعني. ربنا يخليك. بنشكرك، كنت معانا النهارده مهندسه ولاء فرغلي، مهندسه ميكانيكا السيارات الشهيره بطبيبه السيارات. شكرا ليكي. شكرا لحضرتك. ميرسي يا نانسي، وبشكر استاذه ماجده شنوده من خدام الترجمه بلغه الاشاره، وبشكركم مشاهدينا على حسن المتابعه، ونشوفكم في حلقه جديده وبرنامجكم من يجد.